اخبار اليوم. المجهود الرائع اللي فعلا ظهر الفتره دي، ولكن في سؤال كان بيتردد الفتره الاخرانيه ان في استقالات جماعيه موجوده داخل وزاره الشباب والرياضه. قصد حضرتك نقل من اماكن، ولكن بيتردد انه ده بناء على تقرير رقابي من الهيئه الرقابيه او الرقابه الاداريه. بس صح، ما فيش ولا واحد ما عندنا استقال. احنا عملنا حركه تنقلات داخل الوزاره، لكن ولا واحد قدم استقالته. حركة التنقلات دي مطلوب بيها دفع العمل الشبابي ومجموعة من الشباب تتولى بعض هذه الإدارات. في تقرير رقابي تم تقديمه لحضرتك عن فساد أو إخلال داخل المنظمة؟ أنا بس يعني صدقيني مفيش أي تقرير رقابي تقدم ليا، ولم يتحدث معايا أحد من الرقابة على هذا الأمور. لو في تقرير رقابي هيعرض مش نقدرش نخبيه، لكن كل اللي أنا بقول لحضرتك إحنا من فترة طويلة كنا عايزين نعمل حركة تغييرات في المناصب القيادية في الوزارة، لكن كنا مستنيين لميعاد التجديد بتاع الناس دي، لأن معظمهم ميعادهم التجديد يا إما في 15/9 يا إما في أول أكتوبر، فخدنا هذه الإجراءات قبل 15/9. شكرا.